ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايبه لكم فكره جديده هتعجبكم قوي. دايما بعتمد في افكاري انها تكون حاجات موجوده عندنا في كل البيت، ما تكلفنيش كتير. ديت يا جماعه زرعه قديمه عندي، الزرع الصناعي اللي موجود عندنا كلنا، او بوكيه ورده قديمه عندك، اي بوكيه ورده او شجره قديمه ممكن تستخدميها. انا خدت الفروع بتاعتها، شلت الورق، وطبعا احنا استخدمنا الورق مع بعضنا قبل كده في عمايل المرايه المضيئه. اللي ما شافش الفيديو ديت يروح يشوفه. وهنا هستخدم بقى الايه، الجزء الشجر هو بقى او الفرع بتاع البوكيه. انا جبته طبعا، المفروض ان انا ما احطوش في الفازه دلوقتي، بس انا حبيت ان انا احطه لكم في الفازه عشان التصوير يبقى باين يعني ان انا هعمل ايه بالظبط. بدات ان انا اقصص الزيادات فيه او الفروع الطويله على اساس ان البوكيه يبقى متناسق زي ما انتم شايفينه كده. بعد كده جبت ايه بقى، جبت خيط المكرميه. فاكرين المكرميه اللي احنا عملناها مع بعضينا؟ قصينا منها زيادات كده في الاطراف. انا استخدمت الخيوط ديت، وممكن تستخدمي اي خيط عندك، او خيط صوف او حاجه من ديت. خيوط الصوف برضه هيبقى حلو حسب اللون اللي انت حباه. انا كنت حابه ان هو يبقى باللون الاوف وايت، باللون المكرميه، عشان هيبقى موجود في نفس الايه، الاوضه. ففكيت الخيط بتاع المكربيه كده وسرحته بالمشط. انا عايزه الخيط الرفيع خالص، وبعد كده هقصقصها لقطع صغيره خالص زي ما انتم شايفين. شفتوا؟ ما كلفنيش حاجه، يعني انا مش جايبه خيط مكرميه مخصوص ليها، لا، ده اللي اتقصقص من الشغل المكرميه اللي فات، بستخدمه دلوقتي في فكرة تانية خالص. شايفين بقى انا قصقصته حتة صغيرة ازاي؟ بعد كده دلوقتي بقى هبدأ اخد الاوراق او الغصون اللي في الغصن كده، في فروع صغيرة، فاهمين قصدي؟ اللي انتوا شايفينه دوت، يعني مثلا لو ورقة شجر موجودة عندكم، انا شلت ورقة الشجر، ده بيبقى الجزء اللي تحت ورقة الشجر، فانا هبدأ احط عليه شمع. اهم حاجه في موضوع الشمع، بلاش يبقى سخن قوي، لان الشمع السخن قوي هيسيح الورقه وهيبوظ شكلها. فكل ما المسدس يسخن قوي المفروض انك تفصليه. وبعد كده هحط الفرع كده في الخيط، تمام؟ هيعمل لي شكل ورقه شجر خريف تحفه، جنان يا جماعه. هنشوف شكلها دلوقتي مع بعضنا. بصوا بقى يا جماعة، انا هاخد كل الاوراق اللي انا شلت من عليها ورقة الشجر وهبدأ اعملهم بالخيط وهركبها بقى. المهم ان التنسيق معين، منحطهمش كلهم على بعضيهم، لا، في كل فرع من الفروع بحط ورقة او اتنين، او ممكن على حسب ترتيب البوكيه زي ما هو بالظبط، تمام. هنا بقى هعمل حاجة تانية خالص، هجيب مجموعة خيوط جنب بعضيها، تمام، برضو خيط مكرمية، وهبدأ أربطهم بخيط رفيعة قوي من النص، يعني فتلة واحدة من فتال مكرمية كده، وأسرحهم من النص يا جماعة، وأقوم ربطها في قلب فرع من الفروع كأنه غصن على بعضه كده، يبقى ده شكل تاني من الأشكال. وهنا هكمل كل ورق الشجر اللي موجود عندي وهبدأ ايه، اركبه. اتفرجوا بقى يا جماعة على العظمة والشكل الجنين اللي هيطلع مع الشغل ده. ما كنتش متوقعة الجمال ده ولا مصدقاه بامانة يعني، بس طلعت خطيرة خطيرة خطيرة. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عندي. بصوا بقى الجمال يا جماعة، شجر خريفي، جنين 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 جنين.
هنا دي الفروع اللي انا قصقصتها زيادة برضو، مسبتهاش، برضو عملتها بنفس الطريقة، حطيتها برضو في البوكيه كده. اي ورق كان موجود عندي كنت بركبه. بصوا بقى كملت كل برضو الغصون الرفيع على الاطراف كده. بصوا بقى يا جماعة هنعمل ايه هنا. اللي عايز يكتفي بالخطوات اللي انا عملتها كده والديكور يبقى تمام خلاص. اما هنا انا جبت الفرع بتاع الفانوس بتاع رمضان الرفيع قوي ده، بيشتغل حتى بحجارة، حطيته في قلب الفازة من تحت. وبعد كده حطيت البوكيه، وهعمل خطوة زيادة ان انا هزود ايه بقى يا جماعة، هزود الهيش بتاع القمح. الزرعة بتاعت القمح بيبقى فيه معاها الحاجات دي، انا معرفش اسمها ايه بأمانة، اخواتي ربنا يخليهم لي هما اللي جايبينها معايا من الارض. وبيتباع زيها كتير، منتشرة يعني، اللي حابب ان هو يزودها. حطيتها مع البوكيه كده، اغصان ديت ادت لون حلو قوي، خصوصا ان الجذع بتاع الشجرة بتاعتي الوانيته اللون البيج مش اللون الاخضر او البني، فاللون لايق معاها قوي فعززت الشكل وبقى لذيذ قوي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، شجعوني كده. واللي يعرف اسم الحاجات ديت ايه يقول لي في الكومنتات. بصوا بقى